فكرة الملتقى أتاحت مكتب أبو عريش خصوصاً أظهر فيه المبادرات اللي تم عرضها على جميع المكاتب وعلى الضيوف اللي تم استدعائهم من خارج المنطقة. فكانت المبادرة الأولى المقدمة مني أنا اللي هو مشرفة القسم، وكان كمان مشاركات في كمبادرات. Finally, at the end, I want to thank the all organizers for this forum, and I hope to be share in it in the next time, inshallah.